بدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع القانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2013، وشهدت الجلسة الصباحية مشادة كلامية بين النائب محمد القطاطشة ورئيس المجلس بالإنابة النائب خليل عطية، بعد أن اعترض القطاطشة على عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، حيث تواجد 58 نائبا فقط، بينما يشترط وجود 76 نائبا لاكتمال النصاب. وكان 78 نائبا رفعوا مذكرة لرئاسة المجلس طلبوا فيها بالتصويت على رفع أسعار الكهرباء قبل قراءة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول قانون الموازنة العامة الذي تلاه فيما بعد مقرر اللجنة النائب الدكتور نصار القيسي. وبعد الاطلاع على بعض الوحدات الحكومية والتي أجد فيها مثالاً على إحداث إلغاء أو دمج عليها، أول مثال قطاع المياه، سلطة المياه ومياه الأردن، مياهنا ومياه اليرموك ومياه العقبة، فيمكن دمجها ضمن هيكلة وزارة المياه. ثانياً هيئة الطاقة الذرية والتي لم يتم الاتفاق النهائي بعد على أهداف وجودها ومشروعها وعدم تنفيذ قرار مجلس النواب 16 بشأن إلغائها. ثالثاً شركة تطوير العقبة والتي لدى اطلاع على موازنتها فقد قفز فيها الإنفاق الجاري أضعاف الإنفاق الرأسمالي ولم تؤدي غاياتها كذراع استثماري وفقاً لنتائج أعمالها. أوضح بأن الموافقة على الموازنة العامة للعام الحالي وإقرار قانونها يعني الموافقة على قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء أو تحرير جزئي للدعم الحكومي الموجه للسلع والخدمات، كما يحلو للوزراء تسمية القرار وفضاعته. ويأتي ذلك في وقت فوتت الحكومة فيه الفرصة على اعتماد وتطبيق بدائل كثيرة وبعوائد مجزية، لكن بعيدا عن جيوب المواطنين أو المساس بقوتهم. التحدي الأهم الذي يواجهه اقتصادنا نتيجة الأزمة السورية والذي ألقى بظلاله على المواطن الأردني من حيث الارتفاع الملحوظ في الأسعار، وبالمرور على الفصول والبرامج والبنود الواردة في الموازنة نجد أن الحكومة التي أعدت هذه الموازنة وأقرتها اختارت أن يكون جيب المواطن هو الحل للتحديات التي ذكرتها متناسية ومتجاهلة بخيارها. هذا ما يمكن أن يعانيه مواطننا من ضيق مادي.